سؤال، انا شاب خاطب بنت خالتي، هل الجواز من الاقارب يطلعوا الاولاد مشوهين؟ قل لي وطمني. لا طبعا، انت يكون مشوهين لما يكون توالي الزواج من الاقارب، يعني واحد يتجوز بنت خالته والناس اللي يتجوزوا ولاد عمهم والناس اللي يتجوزوا ولاد خالتهم، ومتوالي الزواج هو اللي بيجيب الحاجات دي. لكن مرة واحدة واحد يتجوز قريبه، حد من قرايبه، ما فيهاش حاجة.